فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. ومن مدينة دبي، دافعت الإعلامية رشا مقرع عن طاقم مسلسل رمضان البراني بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد عرضه مقاطع اعتبرها البعض مقاطع دخيلة على المجتمع الجزائري. كاين حاجة أنا حابة نهضر عليها، شفت ناس بزاف إيزون كريتيكي انتقدوا شوية البراني، ماشي دفاعا عن البراني، أنا نهضر على ليدي اون جينيرال، على الفكرة بشكل عام، انه اشياء لما تكون دخيله ولما نقول دخيله ماشي معناتها حاجه سلبيه ولا نيجاتيف، ولا كي نقول دخيله معناتها حاجه جديده على مجتمعنا او في الدراما الجزائريه. كل ما تكون حاجه جديده المشاهد يتخلع بزاف بشكل كبير عندنا، بصح لما يشوفوها في الدراما المصريه ولا الدراما السوريه او الدراما ايا كانت يتقبلوها بصدر رحب. هذا مش معناه انا راني جو بارطاج معاكم سكو جو بونس، يعني نتقاسم معاكم واش راني نخمم في راسي، انا ماني نقول حاجه مليحه ماني نقول حاجه مش مليحه، لكن اعطوا شويه فخلوا الممثلين، خلوا الدراما، خلوا صناع السينما والفن والمسلسلات في الجزائر انهم يبدعوا شويه من غير ما يكونوا خايفين انه اتو ماما الوابل هذه تسونامي تاع الانتقادات، لانه فريمون يعني لما يكون الموضوع متناول بشكل مليح عبر الشاشات ولا عبر عمل متقن راح يصنع التغيير. كاين بزاف مسلسلات مصريه تناولت وعالجت مواضيع غيرت القوانين، غيرت قوانين بلدان، يعني ما تخلعوش تقولوا هاد الطفله كيفاش يتمثل هكا وكيفاش نقدر نشوف هكا قدام بابا واختي وكيفاش هكا اون فامي وعلاش دخلتوا لنا هذا اون فامي. ما تعقدوش الامور، برايي يحتمل النقاش يحتمل الخطا، كوك انا فما ما يحتملش الخطا، يلا شو با اتر مودست. ليه عرض اعلاناتكم على باقه باستارز؟ تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.